Konnichiwa. Aslema. Aslema. Hello. لاباس بلبل. لاباس. اليوم بلبل في ضيافتنا بما انك لبنى هي سفيرة اليابان في تونس. سفيرة الادب الياباني في تونس. بلو بريسيزيمون. باهي. دونك كيف ما هكا معناها اوحت المقدمة. باش نحكي لكم المرة هذه على الأدب الياباني وباش نحكي لكم على أن تشالنج دو ليكتور اللي اسمه الربيع الياباني وإلا لو برانتون جابوني وإلا سبرينغ جابانيز ولا جابانيز سبرينغ أنتم اختاروا ما كيفاش تحبوا تسميوه. لو تشالنج دو ليكتور هذايا a été lancé من الأول par une booktubeuse française. Nabolita. Nabolita. Au Sonia Serial Reader a décidé de relancer le challenge de fi Tunis ou قالت لنا معناها كي نحبوا احنا هكا وي كو هوست لو تشالنج هذايا احنا اكيد يعني قبلنا دونك لا فيديو هذايا باش نحكي لكم فيها على لي كونسيني نتاع لو تشالنج نتاع كل كتاب كل كونسيني احنا شنو اخترنا باش نقراو فيها فوالا نبدأ مع أول كونسيني اللي هي نقرأ كتاب كتبته امرأة. بيه شنو اخترت؟ أنا اخترت ليدي جوكر دو كاورو تاكي كل عادة أنا تي بقدر تاكي مورا كاورو تاكي مورا اللي هو أنفخيلا على خاطر الإنسة أمل تحب تقرأ أن ثريلر اللي هو إكري باغ أون فام وقررنا معناها باش تكون هذا نوتر ليكتور كومون سيرتو الاسم هكا كاتشي يس باهي أنا باش نقرا كتاب كيتشن باي بانانا يوشي موتو وباش نقرا كتاب آخر هوبفلي اللي هو لونلي كاسل إن ذا ميرور باي ميزوكي تسوجي ميورا والكتاب هذايا متشوقة برشا باش نقراها خاطر ديما يعرضني في انستغرام و هكا اتس كاتشي باش نقرا ذا ليدي جوكر كيما قال الدر دونك هذايا ليكتور كومون مع امولا دوزيام كونسيل اوتور دي سي دي انا باش نقرا بابيون باي نيشيما كيف كيف بابيون باهي وانا باش نقرا باش نحاول نقرا the sound of waves زاد نتاع نيشيما باهي تعداو الكونسيل الاخرى اوتور بريمي امول يعني اوف كورس موراكامي موراكامي باش نقرا له برشا حاجات اون فيت اما في الكونسيني بون هو الكونسيني سي لوتور باش نقرا له 1Q84 وفما شورت ستوريز اللي هما شهر زيد درايف ماي كار و شو اسمها كهو كهو نورمالمون ديما نمشي باش نقول بيرنينغ وبعد نشوف لي انا نحيتها اون فيت باهي باهي نتعدى للكونسيني اللي بقى اوتور بريمير احنا تويكا انا باش نقرا البيرسونال ماتر الكنزابورو اوي اللي هو واخذ ان بري نوبل وحتى الاخرين انا نتصور اللي قلناهم الاسامي الكل معناها كان عندهم دي بري كو سوسوا ليدي جوكر والا ميشيما زاد انا باش نقرا موراكامي باش نقرا ابوندوني انشار اللي انا ديجا قريتو اما في مارس باش نحسبو في التشالنج وباش نقرا اكها ابوندوني انشار الرابعة اللي هي adapted book باهي ما عنديش انا هنا adapted book اما قلت لي هذايا اني اي لون اللي كاسل ان ذا ميرور هو ريت قبيلة اللي هو اني دونك يجي adapted book وي الشورت ستوريز نتاع موراكامي اللي هما درايف ماي كار وشهرزاد اللي تعمل عليهم فيلم درايف ماي كار كيف كيف دونك شهرزاد ودرايف ماي كار اللي هما تابعين الكولكتد ستوريز نتاع مان وذات وومن
باش نحاول نقرا الكتاب الكل انا لمحاله وباش نحاول نكسر اللعنه نتاع بلاد لامبوسيبل الا نورويجن وود على خاطر الكتاب نتاعو ما حد يكمل مش خاطر هو خايب لا خاطر فيها موضوع حساس بالنسبه لي انا باه من بعد a book with an animal in the title انا قلت جاء اباندوني انشا وباش نقرا كتاب اخر the cat who saved books by سوزوكي ناتسوكاوا هي نفس الكاتب مش ما نعاودش ندخل بعضي في الاسم سوزوكي ناتسوكاوا نحس روحي ياباني سوزوكي ناتسوكاوا باش نقرا I am a cat هي تريلوجي اما انا كان قريت الجزء الاول ديجا سي تري بيان معناها كأنا باش نقرا الثاني كملوا بعض انا الحقيقه مازلت ما اخترتش الكونسيني هذه ما عنديش كتاب تو كي نختارته نقولك باهي الكونسيني السادسة واللي هي الاخرانية one word title a book with one word title قبيلة انا ديجا قلت كيتشن باي بانانا يوشي موتو دونك هو باش نقولو جي على دي كونسيني هذاك هو هذاك واحد وعندك بابيون زاد بابيون ام سوري بابيون الميشيما انا ديجا عندي 1Q84 وبابيون بابيون ينجم يجيك الانيمال بابيون ما انتبهنيش ولا قداش وبيولوجيست ولا ما تشوفش على روحك هكاك ما تقدرش تلوش باهي انا باش نقرا قلنا توا تيتر في ان سول مو شورت ستوريز هذوما كشهر زيد و يسترداي و كيلو اللي هما في مان وذات ويمن و سيتو باهي عنا احنا نعرفش كونسيني اخرين بونس يعني عنا دي بونس باهي تفضل بولف باهي عنا اباجي ريتش نقراوها مع بعضنا ثلاثة اللي هو كتاب اسمه او نون دو جابون كتبوا هيرو اونودا حكينا عليه ترى شوية خاطر هو درة اكتشفته احنا حابين مشيت لهناك بالصدفة عيطت للكتاب معناها عجبتني الكوفرتور والاونون دو جابون بعد ذيك كي قعدنا نخمم شنو هو الباد يريد مشينا هكا جوجلنا عليه شوية لقيناه اللي هو كتبوا ان سولدا سي ان ليفر اوتوبيوغرافيك لو سولدا هذايا الى بارتيسيبي في لا دوزيام غير مونديال والحاجة هكا كي نوزا انتريغي اللي وقت اللي وفات الحرب العالمية في 1945 لو سولدا هذا قعد مواصل في الحرب هو ودو زوتر سولدا معاه قعدوا مواصلين الحرب لأكثر من ولا بريسك 20 سنة في السبعينات معناها هما يحاربوا انا نحب نفهم هما يحاربوا في شنو بالضبط وفيش يحاربوا علاش معناها الخطر الدائم علاش هما معناها الخطر الدائم مشاو وهما مازالوا يحاربوا وماهيش حتى حكيت معناها شهر ولا شهرين يعني جوستومون وبما ان احنا من احباء لا دوزيام غير مونديال دونك نحبوا نكتشفوا معناها لا دوزيام غير مونديال من عينين ان سولدا جابوني وي باهي وعندنا زاد بونوس اخر اللي هو باش نتفرجوا في ثلاثة افلام مع بعضنا كل شهر باش نتفرجوا في فيلم فيلم بون مش بالترتيب باش نعطي جوست اسامي من بعد نشوفوا كيفاش سوف نعلن عن الترتيب بالمرتبة الأولى توني تاكيتاني اللي هو قصة قصيرة كيف كيف كتبها موراكامي والفيلم ياسر ياسر مزيان الفيلم الثاني اللي هو انيم هاوز موفينج كاسل والفيلم الثالث اسمه ديبارتشرز الفيلم الثاني انا تفرجت عليه ومن احسن الافلام عندي نتاع استوديو جيبلي الى حد الان نحبه برشا نحب الموسيقى نتاعو نحب الحكايه نحب الثيمز المطروحين وهو فيلم نتاع ميازاكي دونك اوف كورس باش يكون ان شيدوف والفيلم الثالث ما عندي عليه حتى فكره الحق اخترناه على الاسم اي اسمه مزيان والكوفيرتور ولا لافيش لافيش فيها فيولونيست فيولون هذوما هما وانت قلنا عندك حاجات اكسترا الاكسترا
معناها عندكم حرية كبيرة في التشالنج باهي بخلاف اللي باش نتفرج معناها وباش نقرا مع البنات الموفيز والبادجي ريد باش نتفرج في درايف ماي كار خاطر هما ديجا تفرجوا فيه دوك حنا خلط عليهم وباش نتفرج في سيري اللي هي اون ريكومونداسيون زاد تفرجوا فيها البنات اللي هي أليس إن بوردرلاند وموجوده في نتفليكس موجوده في نتفليكس فوالا وجست نسيت حاجه معناها نسيت كتاب ما قلتوش في اوتور دي سي دي قلت بابيون ونسيت الكتاب الاخر اللي قلت لي عليه نو لونجر هيومن باي اوزامو دازال نصحكم تقراوه على الاخر فوالا جست وفما زاد انيم هو زاد تعمل هاي دونك ينجم يكون في ادب برشا كهو هذا هو التشالنج ندعوكم للمشاركة وي تشاركوا معنا خاطر بشي قعد 3 شهور ما قلت ولا تحبوا تقراوا كالعادة يو ار فري معناها تحبوا تقراوا كتاب واحد أقصوصة ولا المفيد العبرة بالمشاركة تحبوا تتفرجوا معنا في الأفلام بركة كيف ما تحبوا حاسيلو دونك باش نعاود نقول لي كونسيني مرتبين مش مرتبين معناها لي كونسيني بركة دونك عندنا اوتور معناها اوتريس غير اوتور دي سي دي اوتور بريمي ليفر اللي ولا ادابتاسيون تيتر كونتينون ان انيمال و ان تيتر ان سول مو والاكست اول واللي بونس الموفيز ولا الباجيري فوالا هو لو تشالنج فوالا لو تشالنج لو 21 مارس يبدا لو 21 مارس يوفى نورمالمون في لو 21 ولا لو 20 جوان و لو تشالنج هو إلي لونسي سور انستغرام احنا حابين نزيدو ندخلو اليوتيوب وتلقاو زاد في الانستغرام دونك نستناو لي بوبليكاسيون نتاعكم نستناو المشاركات نتاعكم الكتب نتاعكم يمكن فما شكون معناها عنده اكثر خبرة وإلا كيفاش قالي أكثر الأدب الياباني معناها دونك نيزيتي با انو دوني دي ريكومونداسيون حتى كان تحبوا في لي كومونتير هنا ولا سور انستغرام كيف ما تحبوا باي 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 باي